ستانوفيتش، محاولة لمصلحة المنتخب الكرواتي في منطقة الجزاء، خطيرة، جول جول جول، وتستمر المفاجآت. بطولة لا توقع، بطولة المفاجآت، ضربة الدنماركيين تأتي، وكما اشتهرت الكرة الدنماركية والدنمارك بالزبدة، الكرة الماضية انسلخت من بين أيدي الحارس ودخلت إلى الشباك. هذه المحاولة الكرواتي في منطقة الجزاء، فيرساليكو، لكن نعود من جديد إلى أجواء المواجهة. محاولة ملعوبة في اللقطة، ب26 سنة وشارك قبل 8 سنوات في كأس العالم، على اليسرى لبيريسيتش، أعتقد بأنها الأفضل. المحاولة تأتي، بيريسيتش يلعبها، قدمها كريستنسن، كرة بمحاولة عرضية في منطقة، هو اللي كان أساسي في تشكيلة كرواتيا وسوبازيتي، كرة عن طريق فيرساليكو إلى لوكا مودريتش، يتقدم، الكل يرشحها للانتصار والتأهل إلى الدور القادم قبل أن تنطلق المواجهة، وبالتالي أصبحت الآن كما كان متعبًا. كرة لمصلحة كرواتيا، محاولة وتتش يبحث عن التقدم، تغطية دفاعية في اللقطة الماضية، عرضية تأتي، ركلة، راكي الراقي يبحث عن من يلعب كرة أمامي، الجولين، أي كلام، يبحث عن الكلام، هذا هو الكلام، يلعب الكرة كريستيان إيريكسن، المحاولة بعد ذلك إلى كريستنس، حاول لمصلحة المنتخب الدنماركي في منطقة الجزاء، خطيرة ملعوبة خارج أرض في نهائيات كأس العالم، محاولة إلى راكي تيت، سدت، زالت المحاولة مستمرة، ملعوبة خطيرة جدا، لا زالت قائمة في المرمى، بيريزيتش، محاولة تأتي، كرة بتسديدة، لا، غير راية، عادت على التنفيذ كريستيان إيريكسن في منطقة الجزاء، لكن تغطية وإبعاد المحاولة، إيريكسن بالمحاولة الماضية، لمسة إلى بريثويت، عادت إلى إيريكسن، يمنى فيرساليكو عن العرضية، ربما تأتي العرضية داخل منطقة الجزاء، ستة، محاولة في الجهة اليسرى، سرينيتش يتقدم، يمر، يتوغل، كرواتي، خطة لمصلحة كرواتيا الآن، مودريتش يلعب الكرة داخل المنطقة، راس مشاهد العربي في كل مكان من خلال تغطية القنوات الكاملة، لمسة إلى بولسن، يوسف إلى كريكسن، في مغير في الجهة اليمنى إلى دارسكارد، يتقدم دارسكارد، عرضية حاضرة بالنسبة للدنمارك في الجهة اليسرى، عرضية الآن، وكان حاضرا بشكل مميز جدا، ثم بعد ذلك محاولة للدنمارك الآن، عرضية في منطقة الجزاء، وسهلة عند حارسي يوسف، عرضية في منطقة الجزاء، مستمرة الكرة قادمة هنا في الجهة اليمنى، عرضية مرت من أمام الجميع، بولسن يتقدم، بولسن، عادت المحاولة من جديد، يمر، يدخل إلى منطقة الجزاء، يلعب الكرة الماضية، عادت إلى لمصلحة راكيتيتش، التقدم في منطقة الجزاء، والكرة مع المنتخب الدنماركي، كرة إلى ركنية ملعوبة من مودريتش في منطقة الجزاء، يمرر دخول إلى منطقة الجزاء، تسديدة تأتي في اللقطة، طريق اللاعب أنتي ريبيتش، ريبيتش يبحث عن مساندة، يسقط في أرضية، محاولة مرور إلى يوسف بولسن، تهيأت الكرة والمحاولة الماضية مستمرة للدنمارك الآن، خطيرة وصلت إلى إيريكسن، يسدد أرضية في منطقة الجزاء، خطيرة لمنتخب كرواتيا، لكن الإبعاد تعود، ستة، يومها كان بسن 20 سنة فقط، وكان ظهوري الأول، اللاعب في الجهة اليسرى، التقدم يأتي، والعرضية الماضية تأتي، خليكو، المحاولة لا زالت مستمرة، والكرة لمصلحة كرواتيا، خطيرة ملعوبة، لا زالت مستمرة، إلى المنتخبين، محاولة من ركنية في منطقة الجزاء، إبعاد عبد العزيز، شكرا لضيوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. عاصفة في الوقت الإضافي، عرضية في منطقة الجزاء، راسية تأتي، منتخب الكروات، وفي الدقائق المتبقية، كرة بتسديدة تأتي، صية في منطقة الجزاء، وصلت الكرة، لا زالت مستمرة لمنتخب المقابل، وصلت إلى كنوتسن في منطقة الجزاء، عرضية خطيرة، إيريكسن على تنفيذ الركنية، يلعبها في منطقة الجزاء، لقائد سيمون كاير، أمامية ملعوبة الكرة الماضية، وصلت إلى شوري منطقة الجزاء. ملعوبة المحاولات الماضية مرت وصلت في الجانب المقابل، تشكيلة المدرب أجيا رايدي مدرب منتخب الدنمارك، بينما كوفازيتش سدد،
وصلت إلى من؟ ألي في منطقة الجزاء، عرضية اللقطة الماضية، لكن أيضا تغطية دفاعية في توقيت منتخب كرواتيا، عرضية في كرة عن طريق اللاعب بيفاريتش، لكن يلعبها في منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، تسديدة تأتي لأجل كرواتيا، الله على التمريرة، حسمت، خلصها، لا 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 ركلة جزاء، ركلة جزاء في اللقطة الماضية، تمريرة جات من وين؟ وشلون؟ قول لي بالله مرر ركلات الجزاء في البطولة، مودريتش ولا شمايكل؟ مودريتش قول هذه ركلة الجزاء السابعة إلى من؟ لوكا يبحث عن التمرير مرر الكرة رور الآن أمامية الكرة الماضية لمسة إلى لوكا مودريتش تسديدة يضع ركلة الترجيحية الأولى أوهو بدلي ولا كاسبر كاسبر ولا بدلي كاسبر شالها ركلة الثانية سوماسيتش يتصدى لا قوية جدا على التنفيذ كراميريتش يا سلام يا سلام القادمة كرونتيلي في مواجهة سوماسيتش بالنسبة لمودريتش الآن على التمرير